الحارس عبد الله العويشير حارس نادي أحد. وعليكم السلام. نقول لكم النتيجة بالتأكيد هي غير جيدة، كان الكل يطمح إلى الحصول على النقاط الثلاث نقطة في النهاية، كيف تشوفها؟ بسم الله، الحمد لله رب العالمين. والله لعبنا، أدينا، سجلنا هدف طلع أستاذ. كنا نبني على أنه فريقنا يكون أثقل شوي في الناحية الدفاعية، ما تقبل أهداف، ممكن في أي وقت أنها تتسجل حتى لو ما أديت أداء كويس، خاصة بعد الثمانية أهداف اللي تلقاها الفريق في مباراتين الأخيرة. أكيد في أي فريق ممكن تسجل فيه أهداف كذا، ممكن تهز شوي من المعنويات. الحمد لله، ما الله أراد أن احنا نفوز، الفريق أدى مباراة كويسة نبني عليها المباريات الجاية. كيف كانت المواجهة بالنسبة لعبد الله العويشير على الصعيد الشخصي؟ نعرف أنه أنت مثلت نادي الفتح، وكنت في فترة ماضية حملت معهم لقب أغلى البطولات، كانت بطولة الدوري. اليوم في شعار مغاير وأمام الفتح في التجربة الأولى، كيف عشت أجواء هذه المواجهة؟ بالأول والأخير أنا لاعب محترف، أحترم الجمهور، أحترم الفتح، اللاعبين، المدرب، الشعور شوي ما أقدر أوصفه لك. الحمد لله المباراة كانت جميلة بكل حاجة، بشوفة الأحباب، بشوفة الأخوان، وداخل الملعب احنا نتنافس، برا الملعب نبقى أخوان وأحباب. يعطيك العافية، شكرا لك.